وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وفي سياق منفصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرازق محمود شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عبد الرزاق محمود عبد الرحيم شعيب رئيسا لهيئة قضايا الدولة. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون. وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود المقدرة التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى بجانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. كما اطلع السيد الرئيس على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة والاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة واستخدام أحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية. وفي هذا السياق تم عرض جهود الحكومة على صعيد توفير احتياجات الأراضي الزراعية من المياه خاصة من خلال تكثيف استخدام أنظمة الري الحديث. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي للبناء على ما تحقق به من تقدم خلال السنوات الماضية وبما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من الغذاء باعتبار ذلك ضمن محددات الأمن القومي أو من خلال تعظيم الاستفادة من تصدير المنتجات الزراعية الوطنية للخارج، بالإضافة إلى ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.